أنا اسمي عمرو مصطفى، مهندس عندي 43 سنة، اشتغلت في مجال الشركات ومجال المصانع، بس كنت دايما عندي حلم نفسي أحققه إن أنا يكون عندي بيزنس خاص بيا، ويكون عندي كيان أقدر أحط فيه أحلامي وطموحاتي وأحط فيه الأفكار بتاعتي أنا وأكبره، بس ما كانش عندي العلم الكفاية والخبرة الكفاية إن أنا أقدر أعمل ده لوحدي. لحد ما في يوم من الأيام واحد صاحبي قال لي في كورس اسمه باشن تو بروفيت، هو ممكن يقدر يساعدك تحقق الحلم ده. فعلا انا اشتركت في الكورس وابتديت الرحله مع باشن تو بروفيت تيم. قدرت اعرف الشغف بتاعي، انا الشغف بتاعي الموفيز، الافلام، خصوصا افلام الاكشن والانيميشن، وخصوصا افلام الانيميشن الياباني اللي هي اسمها الانمي. قعدت ادور ايه احسن فرصه اقدر اعمل بيها بيزنس من الانمي، لحد لما لقيت الفرصه المناسبه ليا في اكله اسمها الرامن، هي معروفه جدا في الانمي ومشهوره جدا في اليابان، هي أكلة شعبية بدرجة أولى، بس إحنا ما نعرفش عنها حاجة في مصر ومش موجودة في السوق المصري. أنا لقيتها أكلة صحية جدا وكان نفسي أدوقها من زمان، ما كانش في مكان في مصر بيقدمها. ابتديت فعلا أدرس الأكلة دي كويس، وابتديت أجيب كتب عنها وأدرسها وأتواصل مع ناس في اليابان يقدروا يساعدوني إن أنا أوصل للطريقة الأصلية لطبخ الأكلة دي. وفعلا بعد فترة قدرت أعمل طبق رامن، قدمته لاصحابي وقدمته للعيله وعجبهم جدا، وده شجعني ان انا اكمل واعمل طبق رامن اصلي واعمل براند اسمه ايشيميرو رامن. البراند ده انا بقدم فيه الاكله ديت بالمواصفات الياباني بس بمكونات مصريه، وفعلا الحمد لله ربنا وفقني وكل اللي كل الرامن قال ان هو فعلا طعمه متميز جدا. في ناس قالوا لي حتى ان هو احسن من الرامن اللي كلوه بره مصر، والحمد لله ده شجعني ان انا اقدر اكمل، ويبقى عندي حلم ان انا اقدر اوصل الرامن ده لكل اللي بيحبوا الانمي وكل اللي بيحبوا الاكل المتميز في مصر. انا بقدر اقول لكل واحد نفسه يعمل مشروع يتشجع، ولو خد كورس باشن تو بروفيت ومشي على السيستم هيقدر يوصل وهيقدر ينجح ان شاء الله. الموضوع مش صعب، الموضوع المحتاج ان انت تثق في السيستم وتشتغل عليه فعلا وتحاول تشتغل عليه كل يوم شوية. أنا بشكر باشن تو بروفيت وبشكر محمد تهامي وبشكر العزوة اللي وقفت جنبي في كل خطوات الرحلة بتاعتي. طبعا مش هنسى فضل زوجتي عليا وهي إن هي ساعدتني وقفت جنبي في المشروع ده لحد لما نجح. بشكركم وأتمنى لكم كلكم التوفيق بإذن الله.